أنا ساكن في تونس. أفارم عليك، روح احجز لك أول طيارة على سوريا وعلى لبنان، وروح جاهز في فلسطين. مزايدات في التيك توك ما حدا يعملها علي في فلسطين. لكن مش معقول، لا لا يعني معقول جدا، بتشوف أنت إذا صادق كمية روح احجز الجهاز. أول طيارة للبنان وفلسطين، وروح جاهز في فلسطين، وروح جاهد مع جبهة مو مرات المفاخذة كثير. اللي مسمين حالهم محور المقاومة، وروح أضرب معاهم اليهود لو صادقين، لكن لو مش كذابين يعني في التيك توك. يا أخ، لكن مش محتاج إنك تكون مسلم باش تنصر فلسطين وتشوف إنه الحق، مش مهم مش يعني مهم، كيف أنت باش مش مسلم، مش مسلم سني، روح عندك هذول اخوانك السنه في فلسطين، والان في جبهه مفتوحه ضدهم في لبنان وفي سوريا، والعراقيين كمان راح يدخلوا على الخط، عارف كيف، واليمنيين دخلوا، خلاص روح التحق بواحد من اخوانك المسلمين والتحق بهم واضرب اليهود، يعني اضرب اسرائيل. ايه جالس تعمل في التيك توك؟ يعني أنت في رأيك، يعني أنت في رأيك الإسرائيليين على الحق؟ لا لا، انا رايي انكم كنتوا على الحق، والمفروض انكم ما تكونوا منافقين، تروحوا تجاهدون في سبيل الله. أوكي، راح يعني ليش ما نجاهد، تعملوا لكن شو اوكي الان اطلع من البيت وروح الحق اول مكتب للطيران، احجز بطاقه على طول على لبنان وعلى سوريا، لسوريا الى جماعه حزب الله، ادخل لبنان في الجنوب وروح قاتل الاسرائيليين على طول، لا تنتظر ساعه، ولا مثل ما يقول لك يعني الامام ابن تيميه يقول لك هو الجهاد ودفع العدو الصائل عن الدين مكتب والدنيا، الخيرات لحظه لحظه، يقول لك مثل ما يقول لك ابن تيميه ودفع العدو الصائل عن الدين والدنيا، لا شيء اوجب بعد الايمان بالله من دفعه، ولا يشترط له شر، والعبد يخرج بدون اذن سيده، والرجل يخرج بدون ابويه، والمراه تخرج بدون اذن زوجها، فانت مش معقول يعني ما عندكش اي عذر، طياره على طول سوريا لبنان تروح تجاهد، خلال 24 لا ساعة راح تلتحق بالمجاهدين، ما تنتظر في مو التيك توك، صحيح. هذا الوقت اللي انت الان، الوقت اللي انت بتصرفه كله حرام صراحة. مش صحيح، خاطر كل مكاتب الطيران controlled by على الاقل الإسرائيليين. راح تروح تعمل محاولة، يكفيك لا شرف لا لا، المحاولة. أوكي، جربت المحاولة وما قدرتش أروح. يكفي كذب يعني، ها كلنا عارفين انه هذا الكلام لا، كذب. ما قدرتش أروح. كلنا اسمعني عارف اسمعني انه كذب، وانت عارف انه كذب يعني، اسمعني عادي اسمعني هذا. اسمعني، دقيقة دقيقة. كلنا عارفين انه لو كذب، وانت نفسك عارف انه هذا الكلام كذب. كل مكاتب السفر روح للجهاد لتركيا، وكل روح شيء لتركيا، كلها، روح لتركيا، روح لتركيا، وبعدين ادخل سوريا عن طريق التهريب، وبعدين ادخل لبنان يعني عن طريق المقاومة. هذا سهل لو انت بدك تروح تجهد على سوريا يعني وإلى رحلة. التونسي، يعني انت تريد تقول لي التونسي والاوزبكستاني والموزمبيقي والبنغالي نجح انه يلتحق بجماعة الرايات، وانت مش قادر تروح لسوريا حقيقي انت؟ مش قادرين على خاطر الإسرائيليين واليهود هم اللي بيتحكموا في كل شيء. يعني الإسرائيليين هم يبعثوك على سوريا افارم عليهم بتجهد، والله، وابطال افارم عليهم، يبعثوك على داعش، افارم عليهم يبعثوك على افارم عليهم، القاعدة، لكن ربنا ما نصرهم يبعثوكش بالرعب، على شوف انتم كيف مرعوبين منهم، هم 7 ملايين، ها ربنا ما نصرهم هم سبع بالرعب ملايين. صراحة، هذا كذب، هذا كذب. ما هم السبع ملايين، ربنا هم نصرهم أكثر بالرعب، بكثير، افارم عليهم والله، هم أكثر بكثير، لكن هم بس بيقولوا افارم سبع عليهم، ملايين. افارم عليهم، ربنا نصرهم بالرعب، كلكم مرعوبين منهم، 400 مليون عربي، كلكم مرعوبين منهم، كلكم جالسين حاطين راسكم تحت الارض. هم اسمعني، في الوقت في الماضي كانوا الناس الكل يعني فاهمين اللي هما ناس قليل في العالم، يعني مش وطيبين مهم، وكذا. مش موضوعي، مش موضوعي، المهم انكم كنتوا تروحوا تجاهدوا في سبيل الله وتعيشوا كمنافقين. لا لا، ما نروح نجاهد في مكان يعني مش الأمور غير واضحة فيه. نعم، ما لم تحد، لا احد يعرف لهم راية. لا لا، اسمعني، الإسرائيليين واليهود، اعمل اسمعني، مثل ما قال ابن مسعود، انت لماذا، اعمل لحظة اعمل مثل ما قال ابن مسعود، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك.
أنت لماذا يا محمد صالح نحسك تتحسس جدا لما نتحدث عن اليهود أو الصهاينة؟ طبعا انا ناس محترمين عنكم، انتم ناس مش محترمه، ليه ليه؟ ناس بيخدموا البشريه، بيقدموا تكنولوجيا، بيقدموا اتصالات، بيقدموا اقتصاد، انتم شو بتعملوا غير انكم بتقدموا ارهابيين وبتقدموا لاجئين للبشريه، وجالسين بتخلفوا في اطفال وتغتصبوا النساء وتغتصبوا الاطفال، شو جالسين تعملوا انتم في الحياه؟ واليهود شو بيعملوا؟ لا انا ما بيعملوا مثلكم صراحه. اليهود اليهود روح اوكي اتكلم هذا الكلام مع اليهود، انا مش يهودي بس هم احسن اوكي منكم، والدليل انه جالسين بيضربوكم في كل مكان وانتم حاطين راسكم تحت الارض مثل النعام. انت بتدافع عن الشيطان بدون ان تشعر. حتى الشيطان احسن منكم. والله انت بتدافع عن الشيطان بدون أن تشعر. الشيطان احسن منكم، احسن من انبيائكم. ها ربك امر ابراهيم بانه يذبح ابنه والشيطان قال له لا تذبح ابنه، الشيطان احسن منكم صراحه. وشو رأيك في الإله الإسرائيلي، الإله اليهودي؟ إله قندرة، شفت أنا قد إيش سهل، وأنت شو رأيك في الإله اللي بيقول عن الناس حمير وكلاب واقتلوهم؟ حمير وكلاب اقتلوهم. ما بعرف إله بيقول هيك. هذا القرآن، القرآن مش هو كتابة من عند الإله؟ من عند الإله، نعم. القرآن يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، والقرآن مثل يقول والقرآن يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. مثل يعني مش يعني يعني لو أنت بتدرس اللغة العربية منيح أنا دارس اللغة العربية، مختلف. مثل يعني هذا مثله مثل الحمار لأنه متشاركين في الصفات. وشو مشكلك، شو مشكلتك مع الحمار انت؟ انا ما عنديش مشكلة، انت تقبل انه حدا يقول عن نبيك حمار؟ اكيد بحب الحمار، حلوين خلاص اذا جدا نبيك بحبهم. حمار قل صحيح، اكيد بحب نبيك الحمار. قل النبي محمد صبور مثل الحمار. الحمار خلقه الله. لا قول النبي محمد صبور مثل الحمار. النبي محمد صبور مثل الحمار، لأن عفانا الحمار عليك، خلقه الله. وقول ان والدتك صبورة مثل الحمارة. والدتي صبورة مثل الحمار، لأن الحمار حيوان حلو عفارم كتير. عليك، عفارم عليك، جميل جدا هذا الكلام. ما بتقدر تجاوب، ها؟ ما بتقدر لا ما تجاوب. عندي جواب، أنت جعلت نبيك مثل الحمار وأمك مثل الحمارة، شو أسوي لك؟ أي الحمار بحب الأحمر. وأنا ما عدا السيدة الوالدة حذاءها على رأسي. ولكن اذا واحد مستعد عشان يدافع عن قران يقول انه نبيه مثل الحمار ووالدته مثل الحباره. شو مشكلتك مع الحمار انا يا ما عنديش مشكله، انت عندك مشكله. لا بالعكس، انا بحب الاحمر. أيوة. انا اطلب منك شغله، تفتح الكاميرا قدام الناس وتقول هذا الكلام. لكن المشكله كنت اقدر افتح الكاميرا، لكن المشكله ما عنديش 1000 متابع. كم متابع عندك؟ عندي 300، يعني لو الناس صح. قالوا لك متابعة ممكن تفتح الكاميرا وتقول هذا الكلام؟ أكيد أكيد أكيد. طيب للأخوة أنا أتمنى أن تعملوا له متابعة عشان يقول عن والدتنا مثل الحمارة ونبيه مثل الحمار. الحمار أحسن كائنات الحمار. ما انا ما ما مش مختلف معك، مش معاك هو مش احسن الكائنات، ولكن هو قطعا احسن من النبي محمد يعني. واحسن منك اكيد. لا اكيد مش احسن منه. لماذا؟ واي لانه الحمار لا يستطيع ان يتكلم مثلي، لا يستطيع انه يقرا، ما يستطيع انه يفهم مثل ما انا الحمار. لكن الحمار بيحب كل الناس. لا الحمار ما بيحب كل الناس. بيحب كل الناس. بيحب الناس اللي يكون طيب معاه. طلع على متابعينك نشوف الى كم وصلت. اوكي بابا انا ما اعرف الحقيقه، لكن استاذ محمد صالح ليت مي تيل يو. اوكي خليني اقول لك شيء، لازم بتراجع نفسك. ليش اراجع حقيقة. ليش لازم تراجع نفسك. انا اللي قايل عن امي انا مثلها مثل الحمار ولا انت؟ انا اللي شبهت نبيي بالحمار ولا الحمار؟ يعني قلت لك انا جاوبتك على هذا السؤال. الحمار راجع نفسي، انت تحتاج انك تراجع نفسك. الحمار كائن احسن من الانسان. الحمار
يعني أنت ترى أن الحمار أحسن من الإنسان؟ أكيد أحسن من الإنسان بكثير. يا خلاص، طالما أنك أنت ترى أن الحمير أحسن من البشر، فأنا نصيحتي لك أكيد أنك تروح لأقرب زريبة عندك وتروح تناقش الحمير، ليش تناقش البشر؟ لا، المشكلة فيش اللي ما بتقن اللغة متاع الحمير. عادي جدا، ممكن يعلموك إياه. شكون؟ مين؟ وروح اسأل الحمير، ايش دخلني انا؟ هذه مسائل عائليه، انت تتفق معاه، انت تناقشها معاه، ما لي دخل، ما احب ادخل في خصوصيات الناس يعني. الأستاذ محمد صالح، مش ممكن إنك تكون مع إسرائيل، مش ممكن. لا، انا مش مع اسرائيل، ولكن مش الاسرائيليين افضل معقول. منكم بمراحل. بالنسبة لإنسان انا عاقل وتفكير، انا الاسرائيليين افضل منكم بمراحل. انتم شعوب مش محترمه، الاسرائيليين محترمين عنكم. ولكن انت ايش دخلك باسرائيل والشعوب والعرب؟ انت تروح تناقش هذا الكلام مع الحمير، ما يمكن تناقش، هذه مواضيع انسانيه، مواضيع عائليه، انت تروح تناقش الناس اللي انت تنتمي اليهم، تروح تناقشهم هم الحمير. انت مش قادر تقتنع بقمة الغباء اللي انت فيه يا حبيبي، والله نعم، انا اللي عندي غباء، صحيح. والله. لكن وانا لذلك انصحك، اتركك من البشر واروح لاقرب زريبه عندك، وروح شوف اتكلم مع الحمير، وروح ناقشهم في هذه المسائل. ممكن تلاقوا لغه مشتركه بيناتكم، تقدروا تناقشوا بعض. ممكن يوم ما راح اروح احكي مع الحمير، لكن بالنسبه لك انت حاول تراجع نفسك، ليش راجع؟ حاول تراجع نفسك، انا كلامي له علاقه بالبشر والناس. خاصة في قضية انت إسرائيل، لحظه، حاول تراجع انت نفسك خاصة في قضية لحظه إسرائيل. لحظه يا لحظه، انا الان بناقش امور تتعلق بالبشر، انت ممكن تروح تناقش الامور اللي تتعلق بالحمير، دخلك انت في هذه المتاهه. كيف ممكن يعني بتورينا اللي انت مش دافعين لك عشان تكون مع الصهاينة؟ وحياة لأنه كل وحياة أفكارك قاسم، لحظة صهيونية لحظة بحتة، كل وحياة أفكارك قاسم راجل، صهيونية بحتة. لحظة لحظة لحظة، البينة على من ادعى، ها، واليمين على من أنكر. أنا عندي الإنكار، أنا أقول لك وحياة خالتي راسقية، ما حد دافع لي. أنت رح تجيب البينة تبعك. اوكي، البينة تبعي الكلام اللي بتحكي فيه انت، هذا البينة تبعي يعني. بالنسبة لي انا، أنت ما قلت لي شو اسمك؟ اسمي، لماذا تعرف اسمي؟ لا، الاسم اللي هذا المعرف، عشان ما مش قادر أقرأ بطريقة جيدة. المايسترو المايسترو مين؟ المايسترو المايسترو. بتحب الموسيقى؟ بحب الموسيقى وبحب الحياة حلو. وعايش شو حياتي. بتحفظ من أغاني؟ نعم، شو بتحفظ من أغاني؟ بحفظ كل الأغاني اللي بتصورها في مخك، اللي تصورها في عقلك، يعني كل الأغاني بحفظها. يعني شو تحفظ من أغاني مثلا؟ بحفظ إنجليزي، عربي، طيب ألماني، فرنسي. أغني لي أغنية عربية. عربية؟ أوكي. لا، صوتي مش حلو. صوتي مش حلو. ممكن تختار انت الاغنية شو بدك؟ مثلا ممكن اختار لك اغنيه من معروفة مناسبه، اوكي يعني معروفة. مناسبه اللي في سياق الحديث، ها، اللي بتقول انا بكره اسرائيل، انا بكره اسرائيل. انا باكر هيسر، لا، مش حافظ الحقيقة. انا بكره اسرائيل. ليه؟ ممكن تختار لي أغنية يعني جديدة مش قديمة كتير، يعني أغنية جديدة، ما هذه جديدة، هذه مش قديمة كثير يعني. طيب ممكن أنا أختار لك أغنية بنت الجيران للأستاذ العلامة الموسيقار العظيم حسن شاكوش. يا بنت الجيران أبوك وصاني أنت، أبيك ولا؟ صوتي مش حلو، اوكي، ام سوري. ضيعت فرصتك
وأفقدتني الشهية حتى أني أظل أتكلم معك يخرب بيتك. ولكن رغم أنك أنت حذرتني أن صوتك مش حلو، بس يلا معلش نعتذر لهذا التلوث السمعي اللي استمعت له. يا نهار اسود. طيب يا أحبة، مين عندنا بعد من المسلمين يحبوا يشاركوا وما يكون